وفرح ألاي. كل عام وانتم بألف خير. قررنا عشان العيد انه هالمرة نعملكم اشياء ممكن تعملوها مسلية، لانه دايما بالعيد بيجي ناس كتير عندكم واصحابكم وكل العيلة تجمع عند بعض وبكون عطلة، فقررنا نعملكم اشياء مسلية ممكن تعملوها مع بعض واحلى مع مجموعة. قبل ما نبلش اعرفكم عن حالي، اذا جاد على القناة استنوا جاد على القناة، اهلا وسهلا فيكم. انا سيما ام لفروحة ألي، فرح تقريبا 5 ألي 2.5. فيلا نبلش الفيديو. بس قبل ما نبلش اذا عجبكم شعري رح احط لكم الفيديو تبعه، رح ينزل بكره او قبله، مش عارفه اذا نزل ولا لسه ما نزل. المهم رح اورجيكم الطريقه، كثير سهله، بدقيقتين جد بدقيقتين تقدر تعملوها. ويلا نبلش بالفيديو. مسبح السلان، مسبح السلان كثير سهل، وكمان ممكن الاولاد الصغار اللي لسه بحطوا اشياء بتمهم يلعبوا فيه. بس رح نحتاج لنشا ومي، بنحط النشا وبنحط المي. هون كثير حط كمان الوان طعام اللي بدنا اياها، شوفوا كيف، وبنصير نخلط شوي شوي هيك. هاي الطريقه كثير منيحه خصوصا للصغار، شوفوا كيف جاد انبسط عليها كثير كثير. وممكن تعلموهم خاصيه الاوبليك، واللي هي لما تضربوا عليها بتكون يابسه، بس لما تخلوها تتحرك تتحرك زي السائله، واللي هي خاصيه السائل صلب، كثير حلوه عملناها بفيديو قبل، بحط لكم الرابط الفيديو تحت. تشكيل الرز، هاي اللعبة كتير سهلة، بس علينا نحط رز مش مطبوخ، بنحطه جوا كيس وبنحط فيه ألوان طعام، بنقدر نحط خل بس أنا ما شفت إنه لازم نحط خل، وحركنا كل لون لحاله، كتير استمتعوا فيها. وبعدين حاولنا نحطهم ورا بعض ألوان. خلطوهم كلهم، شوفوا كيف صار، كثير حلوه هاي الطريقه، استمتع فيها جاد. بس اسحكوا بلعوها، لما يبلعوها ما رح يصير شيء لانه بالاخر رز، وهي هذا المبدا تبعها انه تلعب للاولاد الصغار، بس ديروا بالكم انهم يتشبعوا، وكمان بتقدر تحافظوا عليه وتخلوه لفترات طويله طويله، وتصيروا تلعبوا فيه زي الرمل. عشان تحافظوا عليه بس حطوه باي علبه. هاي اللعبه كثير مسليه، انا تحمست عليها اكثر منها. حطينا كرتون على الارض لزقناه، وجبت لهم بابل راب اللي هو بتلاقوه اللي بيجي مع اي شيء بتشتروه جديد، خليته بعدين لفيته حوالين ايديهم او اجريهم، حطيت سكوتش تيب بس اسحكم من الزيت يكون كثير يابس عشان ما يضايق ايديهم، وبعدين خليتهم يطبعوا بالالوان، حطيت لهم الوان وخليتهم يطبعوا فيه على الكرتونه، طبعا اكيد اجى برا الكرتونه، الالوان اللي استعملتها كانت كثير سهله انها تنقام بالمي. تتذكروا فيديو البابلز اللي عملناه؟ رح اترك لكم اياه تحت وصندوق الوصف كيف تعملوه، بس تقدروا تضيفوا عليهم هاي الدائره الهولا هوب. اوه شوفوا كيف لقيت استمتع فيها كثير كثير. وما تنسوا كمان في فيديو كامل عن كيف نلعب بالثلج، ممكن تعملوها وتجهزوها قبل العيد كمان، رح اترك لكم اياه كمان بصندوق الوصف. طبعا كل اواعي العيد رح تتوسخ فديروا بالكم، بس كتير حلو خصوصا انه العيله كلها مجمعه مع بعض. ان شاء الله يكون عجبكم الفيديو، ما تنسوا تعملوا لايك للفيديو وتنشروا الفيديو لكل مكان خصوصا للناس اللي ممكن تستفيد، وايش كمان تنشروا الهاشتاج حبيبات ماما سيما لكل حدا، وما تنسوا تشتركوا بالمسابقه، في مسابقه العوده للمدارس لسه موجوده، اشتركوا فيها.